سائل يقول: هل نأثم على عدم إعفاء اللحية أو تقصيرها؟ هل نأثم على عدم إعفاء اللحية أو تقصيرها؟ نعم تأثمون على عدم إعفاء اللحية، علما بأننا نعيش في ظروف فيها يعاني صاحب اللحية من مضايقات شديدة لاختلاطنا باليهود. اصبروا، لابد من الامتحان ولابد من الصبر، فأنتم اعملوا بدينكم وبشريعة نبيكم صلى الله عليه وسلم، ولو نالكم شيء من الأذى اصبروا، هذا في سبيل الله عز وجل، اصبروا على ذلك. نعم.